نحكي بموضوع تحويل الأرقام بين الـ different numbering systems بشكل عام. يعني حكينا لو بدي أحول من base 10 ل base 2، من base 10 ل base 8، من base 10 لأي base آخر، حكينا العملية بسيطة، بتطلع على الانتجر بارت، بتطلع على الفراكشنال بارت بشكل منفصل، بحول الانتجر بارت عن طريق القسم المتكررة على الكوشنت وبخبي الريميندرز. وانس انه الريميندر الكوشنت صار صفر، باخذ الريميندرز وهم بيكونوا عملية ناتج عملية التحويل. نفس الكلام بالنسبة للفراكشنز، حكينا بتكون العملية نوعا ما معكوسة، الفراكشن بضربه بالبيس بشكل متكرر لحتى يصير الفراكشن قيمته صفر. النتيجة التحويل هي ببساطة هي الانتجر ديجيتس اللي طلعوا معي من خلال عملية الخطوات المختلفة للضرب اللي أنا سويتها. لكن إذا بتذكروا لما بلشنا نحكي عن هذا الموضوع كان عنوان البارت هاد هو conversion between numbering systems، يعني أنا مش بالضرورة أني أحول من base 10 للbases الأخرى، ممكن اضطر احول من بيس 5 الى بيس 2، ممكن اضطر احول من بيس مثلا 20 الى بيس 30، ما في شيء يمنع. طبعا هذا ما راح نتطرق له في الكورس، احنا بدنا راح نحتاج نحول بتوين كومن بيسز. لكن لو جينا نفكر فيها، لو انا بدي احول مثلا من بيس بدي احول من بيس let me see. Sometimes it gets stuck. Okay. So sometimes أنا مثلا بدي أحول من base معين، مثلا let's say بدي أحول من base 8 الى بيس 2. فالان الفكره كيف ممكن اسوي هاي العمليه؟ راح تحكي لي اتس ذا سيم ايديا، خذ الانتجر وسوي له ريبيت ديفيجن، خذ الانتجر اللي موجود في بيس 8 وسوي له ريبيت ديفيجن على بيس 2، خبي الريميندر، طلع الكوشنت وضلك كرر العمليه قبل ما يصير الكوشنت صفر، which is true. يعني انا بقدر احول من بيس من بيس 8 لبيس 2 بنفس الطريقة، اني اسوي قسمة على 2 وامشي بنفس الخطوات. لكن وين المشكلة هون؟ هل عملية القسم اللي راح اسويها صحيحة راح تكون بالطريقة اللي انا بعرفها؟ لا، لانه راح تصفي انت بتعمل على اساس بيس 10 مش بيس 8. Exactly. يعني هذه النقطة هون المهمة، انه لما بدي احول من اي بيس let's say بيس 1 الى بيس 2، اوكي اما بسوي قسمه او بسوي ضرب حسب طبيعه الرقم، لكن لازم اكون عارف كيف اسوي مالتيبليكيشن وكيف اسوي ديفيجن وكيف اسوي اديشن وسبتراكشن في بيس بي 1. اذا بتتذكروا لما كنا عم نسوي امبارح كنا عم نفترض انه عم نسوي الضرب والجمع والقسمه والطرح كله باستخدام بيس 10، لانه احنا عم نحول من بيس 10. فاذا بدي احول من اي بيس بي 1 الى بيس بي 2، لازم اكون عارف how to do arithmetic in base B1, how to do arithmetic in base B1, which is not logical. يعني إذا بدي أعرف كيف أضرب وأجمع وأطرح في كل البيسز في الدنيا، فهذا الكلام مش عملي. فإيش ممكن يكون الحل عندي هون؟ كيف ممكن أحول من أي بيس 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 من بيس بي 1 لبيس بي 2، كيف ممكن احول؟ بنحول لبيس 10 وبعدين بنرجع نحولها، مظبوط؟ Exactly. يعني الموست ستريت فورورد ابروتش اني انا احول من بيس بي 1 الى بيس 10، وهي العمليه بعرفها باستخدام المعادله اللي شفناها، وبعدين من بيس 10 احول لبيس بي 2، فيكون عندي وسيط من بيس 1 احول لبيس 10 وبعدين احول لبيس بيس 2 وات ايفر بي 2. فا اي كان دو ذس، لكن هاي العمليه برضه يعني اوكي بتخفف علي، ما في داعي اعرف
كيف أجمع وأضرب وأطرح في بيس في بيس 1. الآن لو أخذنا مثال مثلاً بدي أحول من بيس 8 إلى بيس 10 معناها مثلاً لبيس 2، العملية straight forward، أنا بعرف كيف أحول من هون لهون وبعرف كيف أحول من هون لهون. لكن لو نطلع على this very special case بقدر أستنتج إشي. لو اطلعت على العلاقة بين base 8 وbase 2 بلاقي إنه الثمانية ببساطة هي 2 to the power 3، الثمانية هي 2 to the power 3. هذا الكلام شو معناه؟ إنه I can group every 3 bits in binary. I can group every 3 bits in binary حتى أكون 1 octal digit. حتى أكون 1 octal digit. Yes, Haider. دكتور انت حكيت لما نحول من بيز 8 لبيز 2 لازم احول لبيز 10 اول. الا اذا انا بعرف اجمع واضرب واطرح واقسم ببيز 8، لانه الماء الارثمتيك اللي لازم اسويها في عمليه استخدمها في عمليه التحويل هي الارثمتيك تبعت بيز 8 ببساطه. يعني بقدر احول من 8 ل 2 مباشره؟ يعني بقدر احول اذا بعرف كيف اجمع واضرب واقسم ببيز 8. مش نفس الطريقه اللي اخذناها اللي هو نقسم هي قسمة، هي قسمة لكن مش باستخدام القواعد اللي بعرفها في بيس 10 أكيد. يعني القسمة في بيس 8 مختلفة، جدول الضرب في بيس 8 مختلف، جدول طريقة يعني الجمع في بيس 8 مختلف. مظبوط؟ عشان بيس 10 أسهل؟ مش أسهل، يعني له قواعد بيس 10، وكأي نمبرينج سيستم الجمع والطرح والقسمة والضرب رح يكون له قواعد وقواعد. تمام السم. تمام؟ فهذه العملية متعبة. إذا بدي أنا أحول من أي بيس لأي بيس، مثلا من بيس بي 1 لاي بيس، لازم اكون اعرف الارثمتيك تبع بيس 1 بي 1، فهذا كلام متعب. فحكينا الشورت كات اني احول لبيس 10، وبعدين من بيس 10 احول لبيس الديستنيشن بيس التارجت بيس اللي بدي اياه. لكن حكينا ممكن اسوي بعض الشورت كاتس في بعض الحالات، من بعض من هذه الشورت كاتس اللي هي التحويل من بيس 8 لبيس 2، من بيس 8 لبيس 2. الآن العلاقة بين الثمانية والاثنين إنه 2 to the power 3 هي 2 to the power 1. هذا كلام شو معناه؟ إنه كل 3 bits في الباينري هم عبارة عن 1 octal digit، هم عبارة عن 1 octal digit. فإذا أنا حتى أحول من باينري لأوكتل بكل بساطة ما علي غير أسوي عملية بسيطة اللي هي grouping الباينري bits أو الباينري digits in groups of 3، وأبدل كل 3 bits بالأكتل equivalent. يعني بالمثال اللي عندنا هون رح أجي أحكي this is the binary point، رح أبلش من عندها أسوي grouping للbits into 3s، فرح أخذ هدول الثلاث مع بعض ورح أخذ هدول الاثنين، ما في مشكلة لو ضفت صفر على الشمال هون ما بيأثر على القيمة. نفس الإشي رح أخذ هدول الاثنين وأسويهم 3 bits بهذا الشكل، بعدين رح أبدل كل 3 bits بالأكتل equivalent. وهذا الكلام سويناه إحنا المفروض مبارح بالتابل الكبير هذيك. فالآن لما أجي أحكي هذا الرقم في الباينري إيش هو؟ كم قيمته؟ هو 2. طب كيف شكل 2 بالأكتل؟ هي هيك شكلها. مظبوط؟ نفس الإشي هون، هذا الرقم كم قيمته؟ هو 6. فباجي بحكي شوف كيف عم بحول كل 3 bits عم بحولهم لديسيمال، بعدين بشوف كيف شكلهم بالأكتل. هي 6. كيف شكل 6 بالأكتل؟ هاي 6 بالأكتل. هذا الرقم برضو 2، فthis is also 2. فإذا عملية التحويل بكل بساطة هي عبارة عن عملية من binary لأكتل، هي عملية grouping of bits into threes replacing each 3 bits with their binary with their octal equivalent. هذا الكلام ليش قدرت أسويه؟ لأنه في علاقة بين base 8 وبيس 10 من ناحية عدد الديجيتس، إنه هي علاقة 3 to 1. كل 3 bits بالباينري هم عبارة عن 1 octal 1 octal digit. تمام؟ فالعملية بسيطة جدا. We will group the bits into threes. We replace every 3 bits with their octal equivalent. فبيطلع معي الجواب بالأكتل. بيطلع معي الجواب بالأكتل. طبعا والعكس صحيح، يعني لما بدي احول من اوكتل لباينري العمليه بسيطه، راح اخذ هذا الديجيت وابدله ب 3 بيتس
بالباينري يعادله أو يكافئه هاي القيمة. كيف شكل الاثنين using three bits in binary؟ هي 0 1 0 فاصلة. هذا كيف شكله في الباينري using three bits؟ هو 1 1 0. هذا كيف شكله بالباينري؟ هو 0 1 0. فبسهولة بقدر أتنقل بين الأوكتل وبين الباينري بالاتجاهين، إما عن طريق أني أجمع البيتس إذا عم بحول من باينري، أو أني أفك الأوكتل ديجيتس into 3 bits each، أني أحولهم بهذه الطريقة. فالعملية كتير بسيطة، والسبب الرئيسي اللي مكنني أتجنب أني أحول لديسيمال وبعدين أحول لباينري أنه في علاقة بين بيس 8 وبيس 2. دكتور ممكن سؤال؟ هذا هلا لما باخذ الفراكشن بارت على اليمين، نعم، برضه كمان لما باخذ 3 بفرض 1 2 4 1 2 4، ولا انه لو كان في عندي 0 1 1 بعتبر انه فوق ال 0 1 وفوق ال 1 2 فوق ال 1 4؟ ايش اللي قصدك فوق ال 1؟ يعني انه هلا انت الفراكشن بارت 0 1 اعتبرتها 2؟ ايوه. لا اعتبرتها، انا حطيت 0 هون فصارت 2، لانه لازم اسوي جروبينج بثريز، لازم اسوي جروبينج بثريز، فاذا بحاجه لاصفار بضيفهم. الصفر يعني قصدي بالجروب، مثلا جروب الاول جروب على اليسار، انه كيف اعتبرت 6 انه مكان ال0 1 ومكان انه هيك 2 و2 و4 6 صح بالضبط، وهي هم على التيبل اصلا على اليمين، هاي هال6 هي 1 1 0 تمام. يعني هلا اللي على اليسار اللي على اليمين الفراكشن، نعم، اعتبرت انه الزيرو اللي بعد الفاصل مباشرة اربعة، هي لو كان في واحد ايش تعتبر اربعة؟ يس يس، انا بتطلع عليه بغض النظر عن الفاصلة، باخدهم هدول الثلاثة مع بعض شو قيمتهم كفاليو. اوكي تمام. يعني بتصير دكتور، يعني بتصير اربعة اثنين واحد بدل واحد اثنين اربعة، يعني ايش من بعد الفراكشن. هو قصده انه احنا بنحط فوق كل رقم واحد واثنين واربعة وبنصفر او بنحط واحد على اساس يطلع الرقم. هلا انسي لي البوزيشن تبعهم، البوزيشن بس ما له علاقه بالبوزيشن. لاحظي الفاصله نزلت زي ما هي، بعدين اخذت هدول وحكيت شو قيمتهم، اخذت هدول وحكيت شو قيمتهم كانتجر فاليو. اوكي اوكي تمام تمام. فهذه هي الفكره بكل بساطه. نفس الكلام ينطبق على بيس 16، يعني اذا بتطلع بيس 16 اللي هو الهكساديسيمال هو 2 to the power 4 والباينري هو 2 to the power 1، هذا بيس 16 وهذا بيس 2، فشو العلاقه بيناتهم؟ 4 الى 1، فمعناها كل 4 بيتس في الباينري هم يكافئوا او بقدر اجمعهم على شكل 1 هكساديسيمال ديجيت، والعكس صحيح، كل هكساديسيمال ديجيت عباره عن 4 باينري بيتس، والتحويل بيناتهم هدول هي موجود هون، اللي هو عبارة عن جزء من التابل الكبير اللي سويناها امبارح. فإذا حتى أحول من هيكسا ديسيمال إلى باينري، فببساطة راح أسوي جروبينج لكل أربعة بيتس into one هيكسا ديسيمال ديجت، والعكس صحيح، لو بدي أحول من هيكسا ديسيمال لباينري راح أخذ كل هيكسا ديسيمال ديجت وأفرطه وأفكه على شكل أربعة باينري ديجت يكافئوا القيمة تبعت هذا الديجت. فمثال على هذا الكلام، لو عندنا هذا الرقم في الباينري وبدنا نحوله لهكسا ديسيمال، راح ابلش من الهكسا من الباينري بوينت واسوي جروبينج انتو فورز اللي هو بهذا الشكل، فبدي هون 0 0 0 وهدول بدهم يصيروا 4 فراح يصيروا 0 0 0. لو اخذ هذا الرقم 0 1 0 0 ايش هو هذا الرقم كقيمه بالديسيمال؟ هذا 4، فبالتالي الهكسا ديسيمال ديجيت هيها 0 1 0، فبالتالي الهكسا ديسيمال هو 4. هذا الرقم اللي هو 0 1 1 0 اللي هو عبارة عن ايش؟ عن 6، هيها 6، وهذا الرقم سهل اللي هو عبارة عن 1. فإذا هذا الرقم تحويله إلى هكسا ديسيمال بكل بساطة إني أسوي جروبينج into فورز وأضيف زيروز على اليمين اللي أنا ضفتهم، هم مش محطوطين هون، وبالتالي الرقم راح يكون 16.4 هكسا ديسيمال. والعملية بالعكس بقدر أسويها، أسوي expansion للهكسا ديسيمال ديجت بحيث أني أروح للباينري، فراح أجي أحكي هون هاي الفاصلة الأربعة بدي أفكها على شكل أربعة بيتس. كيف شكل الأربعة بالباينري؟ 0 1 0 0، لازم نكون عارفين هم دول.
والستة كيف شكلها بالباينري على شكل أربعة ديجت اللي هي 010، والواحد كيف شكله على شكل أربعة بيتس اللي هي 0001. فهيك بترجع على شكل باينري. فإذا من باينري لهكساديسيمال جروبينج البيتس بأربعات، من هكساديسيمال لباينري بفكفك الهكساديسيمال ديجيت كل واحد على شكل أربعة بيتس، وتكون الفاليو تبعت الأربعة بيتس تساوي الفاليو تبعت الهكساديسيمال ديجيت حسب التابل اللي موجودة عندنا هون، حسب التابل الموجودة هون. أوكي خلينا نشوف examples أكثر. هلا هاي النقطة اللي راح أجيها كمان شوي، خليها شوي. لو نشوف الاكزامبلز هون، عندي هذا الرقم وبدي احوله into binary from octal. binary from octal معناها I need to break every octal digit into three bits. فرح اجي احكي الاثنين هذه، لو حكينا الاثنين هذه، او خلينا نبلش من الشمال احسن، للسبعة على شكل 3 bits كيف راح تكون؟ 1 1 1 1. مظبوط. الخمسة كيف شكلها على شكل 3 bits؟ 1 0 1 1 0 1. الستة كيف راح تكون؟ 1 1 1 0 0. مظبوط. والتلات 0 1 1. والتلات راح تكون 0 0 أو 0 1 1. فاصلة صار عندي هدول الديجيتس نفس الشيء، راح أفكهم راح يصيروا الواحد هو 001، الواحد اللي بعده 001، والصفر عبارة عن 3 صفار بالباينري، والاثنين 010. النقطة المهمة هو أنه حتى الصفر بنفك على شكل 3 bits، لازم ينفك على شكل 3 bits. فإذا ببساطة خليني أكتبها هون بشكل أكبر، السبعة هي 111، الستة هي 101 أو الخمسة عفوا، الستة هي 110، الثلاث هي 011 فاصلة 001 001. بعدين الصفر هو عبارة عن 3 zeros، والاثنين هي عبارة عن 010 base 2. طبعا عايز بدي أتأكد I can reverse it، يعني أني أسوي grouping بثريز وأتأكد أنه الجواب بيطلع معي نفس الشيء بالأكتر. Another example، بدنا نحول من binary into octal. binary into octal معناها grouping into threes. فرح أمسك الديجيتس هدول وأجمعهم ثلاثات. These are three. وهون في عندي رح أضيف صفر عشان يصيروا ثلاثة bits. بعدين هون ثلاث وهدول ثلاث وهدول ثلاث وهدول ثلاث وهدول ثلاث. فهذا الرقم هو 110. 110 بالباينري كم قيمتها بالديسيمال؟ 6. 6. فإذا شو كيف شكل الستة بالأكتل؟ هي 6. 010 هي عبارة عن 2 بالديسيمال، والاثنين بالأكتل هي عبارة عن 2. هذا 4، هذا 5، مظبوط، وهذا yes. 6، وهذا 3، وهذا 3. فإذا هو 3 6 5 4.26. This is much easier من إني أحول الباينري لديسيمال وبعدين أحول من ديسيمال لأكتل. يعني بالذات عملية التحويل من ديسيمال لأكتل متعبة، ولأنه حيكون عندي انتجر وفراكشن وضرب وقسمة، فرح تكون بتغلب. فهي الشورت كات كتير مفيدة في التحويل بين الباينري والأكتل، والتحويل بين الباينري والهكسا ديسيمال. اكزامبل آخر، لو أجينا أخذنا هذا الرقم اللي هو F13.67 اللي هو base 16. فحاجي أحط أنا هون F13.67 اللي هي base 16، فبدي أبدلها أو أحولها لباينري. فرح أمسكهم ديجيت ديجيت، وكل ديجيت I will expand it into 4 binary bits. فالF على شكل 4 bits هي عبارة عن 1 1 1 1 اللي هي 15. كيف شكل ال 15 في الباينري؟ هيك شكلها
عشان هيك حكيت امبارح التابل الكبير هذيك مهم جدا انه يصير فاميليار معها حتى نقدر نحول بسرعه. الواحد هو عباره عن 4 بيتس 0001، الثلاث راح تكون عباره عن 4 بيتس برضه اللي هي 0011، هيك شكل الثلاث بالباينري. السته هي عباره عن 0110، واخر ديجيت اللي هو السبعه راح يصير على شكل اربع ديجيت هو 1110. فهذا شكل الرقم بالباينري which is much faster من اني اسويها زي ما حكينا بحول لديسيمال. اكزامبل اخر بالطريقه بالعكس، اني احول من باينري ل هكساديسيمال، والعمليه بسيطه زي ما حكينا هي grouping into fours، اني اجمع على شكل اربعات. فراح ابلش من الفاصله واجمع اربعات، فهدول اربعه وهدول اربعه وهدول اربعه وهدول اثنين، فراح احط تو زيروز هون. نفس الشيء من هون، راح اخذ اربعه مع بعض، راح اخذ اربعه مع بعض، راح اخذ هذا ال1 بده 3 زيروز حتى يصيروا 4 بيتس. فاذا ببلش من هون هذا الرقم ايش هو؟ 1000 12 اللي هي سي 1000. ام هي 8 و4 12. لا ما في واحد هون، هم واحد اوكي سوري، عشان واحد بالباين هذه باينري يبقى 8 قيمتها بالديسيمال 8 بالاوكتل بالهكساديسيمال. كيف شكل ال8؟ شكل ال8 8. هذا الرقم اللي هو 1101 اللي هو 8 و4 1 اللي هي ايش؟ 13 دي مزبوط؟ سي دي 13، 13 كيف شكلها بالهكساديسيمال؟ دي. هذا الرقم هو 0110 اللي هو كم قيمته بالديسيمال؟ 6 مزبوط؟ كيف شكل ال6 بالهكس؟ هي 6 هيك. هذا الرقم هو 0010 هو 2، هيك شكل ال2 بالهكس. هذا الرقم 1001 اللي هو 9 اللي هو 8 زائد 1. شفنا كيف؟ شوف كيف بدك تصير تحول بسرعة. 8 زائد 1. هذا الرقم هو 1110 اللي هو 8 زائد 4 زائد 2 اللي هي 9 14. كيف شكل ال 14؟ اي مزبوط. واخر رقم هو 0010 اللي هي برضو ايش؟ 2. اخر رقم هو 2. فهيك شكل الرقم بالهكساديسيمال. الدكتور ما حطت الفاصله كانه. ايوه بدنا نحط الفاصله. سوري بدنا نحط الفاصله اكيد مش بين السته والتنتين، بين 6 و 2 المفروض صح؟ بدها تكون بين 6 و 2. خليني اسوي ريز. تمام اوكي، واضحه الفكره؟ دكتور ممكن سؤال؟ تفضل دكتور. بالاي لما عملتها دكتور كيف انت جمعت؟ حكيت 8 زائد 1 مش عارف كيف. ما هو حكينا بدنا نكون شوي سريعين بالتحويل. هلا الاي اللي هم هدول مزبوط، اللي هم 1110. لو واحد سالني حكى لي هذا الرقم بالباينري كم قيمته بالديسيمال، راح تسوي الفورمولا مزبوط، راح تاخذ البوزيشنز 0 1 2 3 وتجمع وتسوي الامور هاي. بس انا صرت اعرفهم مع الخبره، بعرف انه هذا البوزيشن رقم 3 فهو 8 و4 و2. 8 و4 اوكي جمعتهم على السريع انا، وزي ما حكينا سريعين بالجمع زي هيك وبالتحويل بالذات للارقام الصغيره. اوكي اكزامبل هون عندي تحويل من بيس 8 الى بيس 16 اللي هو السلايد اللي انا نطيت عنه. كيف احول من بيس 8 لبيس 16؟ الفكره نحول لباينري، يعني زي ما حكينا انا بدي احول من 8 لبيس 16. هلا الموست ستريت فورورد اني احول لبيس 10، اني احول لبيس 10 احولهم، لكن هذا بده راح اضطر فيه اني اسوي ضرب وقسمه وقصص هاي، ولازم صار في شغل كثير.
مظبوط، في كتير ورك بدي أسوي، لكن أنا بعرف شورت كات، أنا ممكن أحول من باينر من أوكتل لباينري مظبوط، ومن باينري لهكس. هذا صحيح لكنه متعب، هذا صحيح لكنه أسرع ونوعا ما أدق، يعني احتمالية الخطأ فيه قليلة. ف خلينا نشوف كيف لو حكينا ستة، يعني الدكتور أنا أعتمد من الأوكتل للباينري، من باينري للهكس ديسمال. يس، فهي ستة خمسة صفر تلات بوينت تو ون، فهذا بالأوكتل. حتى أحوله لباينري رح أمسك كل ديجيت وأحوله into three binary bits مظبوط. فالستة كيف شكلها بالباينري؟ هذه ستة أوكتل، كيف شكل الستة بالباينري على باستخدام ثلاثة بيتس؟ هي 1 1 0 مظبوط. طيب الخمسة كيف شكلها بالباينري باستخدام 3 بيتس؟ 1 1 0 1. الزيرو الزيرو لكن لازم أحطه على شكل 3 بيتس. الثلاثة الثلاثة هي 0 1 1 point. الاثنين على شكل 3 bits هي 0 1 0، والواحد على شكل 3 bits هو 0 0 1. فهيك صار عندي أنا الباينري تبع هاي الأرقام، تبع هذا الرقم. بدي أحوله لأوكتل، بدي أحوله لأوكتل I need to group into fours. فرح أخذ مبتداء من الفاصلة هدول الأربعة مع بعض، هدول الأربعة مع بعض، وهدول الأربعة مع بعض، ومن هون راح أخذ أربعة، ومن هون راح أخذ أربعة، وراح أضطر أضيف صفرين لأنه هدول 2 bits بصفوا عندي. فلو بلشنا من الشمال، هذا البت هدول المجموعة هم 0 1 0 0 اللي هي قديش؟ أربعة. هاي المجموعة 0 1 0 0 برضو قديش؟ أربعة. point 1 1 0 0 اللي هي كم؟ ثلاث. هذه ثلاث، هاي المجموعة برضو أربعة، وهاي المجموعة هي 1 0 1 0 1 اللي هي برضو إيش؟ 13 13 دي. فإذن 4D base 16. فthis is much faster واحتمالية الخطأ فيه برضو قليلة. تمام؟ any question. فهذا موضوع بسيط لكنه بده شوية تمرين، يعني لازم أرجع أنا على التابل الكبير اللي طلبت منكم من تعبوها مبارح. بس ترجع على هلأ خلصنا بس. يعني راح أرجع لك يعني. بعد إذنك. والتابلز اللي هون، طبعاً هون هذا السلايد اللي أنا نطيت عنه اللي هو بيحول من أوكتل لهكساديسيمال وبالعكس، اللي هي العملية اللي سويناها، حول لباينري ومن باينري لهكس، والعكس صحيح، لو بدي من هكس لأوكتل بحول لباينري وبحول باك انتو من باينري لأوكتل. تمام؟ اللي خلصناه هذا الإكزامبل؟ لا، انت بدك هاد مزبوط؟ هاد؟ آه مزبوط دكتور. يس خلص تمام، إذا بدك تشيل عنه. أوكي. شكرا. ما في طريقة نحول من أوكتل لهكسا مباشرة؟ أيوة، سؤال حلو. يعني لو جينا اطلعنا، أنا لو بدي أحول من بيس 8 لبيس 16. ما في علاقة بينهم. وجيت أحاول أطلع علاقة زي الإشي اللي سويناه. الثمانية هي 2 قوة 3، والستاعش هي 2 قوة 4. فشو العلاقة؟ العلاقة 4 إلى 3، فهي علاقة كسرية مظبوط؟ يعني هي انه كل 4 اوكتل ديجيتس هم 3 هكس ديجيتس، فما بتزبط يعني 4 على 3، اما 1 اما يعني 2 3 ل 1 بزبط، 4 ل 1 بزبط مزبوط. يعني كيف بدي اسويها؟ فما بقدر اسوي التحويل بشكل مباشر. alright yes. طيب لو جيت انا حطيت هون مثلا، لو واحد حكى لي بدي أحول ال 1 2 1.1
من بيس 3 into بيس 9. شو رايك؟ باخذ جروب كل تنين مع بعض. ما مزبوط دكتور. في علاقة لأنه 3 squared 3. أيوة. مزبوط. نفس المبدأ. مزبوط. نفس المبدأ. يعني مش بالضرورة الشورت كاتس اللي شفناهم بس بالهوكساديسيمال والباينري والأوكتل and so on. لا, I can apply it to any numbering systems في بيناتهم نفس العلاقة. فأنا عندي هون العلاقة إنه هي 3 to 1 بدي أحولها into 3 to the power 2. فإذا شو أسوي هون؟ بدي أحول من بيس صغير لبيس كبير, راح أسوي grouping. grouping. وراح أخذ 121.1 اللي هي بيس 3 وأجمعهم ثلاثات. أجمعهم ثلاثات, فرح أجي أحكي عفواً اثنينات, رح أخذ هدول الاثنين مع بعض, هدول الاثنين مع بعض, وهون رح أسوي 2. فرح أحكي كل 2 digits في base 3 المفروض يكونوا 1 digit في base 9. طيب هذا الرقم ب1 هو 10 في base 3, كم قيمته بالديسيمال؟ اللي هو 1 في 3 قوة 1. مظبوط؟ يعني لو واحد يعني الثلاثة صفة اللي هو ثلاث. طيب شيء كيف راح يكون شكل الثلاث في بيس 9؟ ثلاثة. ثلاث مظبوط. طيب هذا الرقم اللي هون 2 و 1 رقم ببيس 3 حوله لديسيمال 7. 3 في 2 6 زائد 1 7. كيف شكل السبعة في بيس 9؟ 7 كمان. طيب هذا الرقم هو 1 في بيس 3 فهو 1 في بيس 9, فصار الرقم زي هيك. تمام؟ فيعني شوف أنا ستيل عم بحول لديسيمال, بس ما عم بحول الرقم كله لديسيمال, عم بحول المجموعات لديسيمال. صحيح؟ دكتور بصير لو سمحت بس أتأكد من شغلة. هلأ هون بعد النقطة على اليمين الواحد كيف صار الثلاثة؟ هلأ عملناها واحد في ثلاثة قوة واحد يعني؟ يس, لأنه أنا عم بحكي لك إنه هذا مش بعد الفاصلة قوة سالب واحد لازم؟ اما انا جاوبناها قبل شوي, يعني حكينا بننسى الفاصله وبناخذ كثلاثه ايش يساوي كثري او كتو ديجيتس عباره عن ايش, بننزل الفاصله زي ما هي وبنبدل كل ثلاث او كل تو ديجيتس هون بالبيس 9 ايكويفالنت تبعهم 100%. اوكي, يعني ما بحول بعاملها كفراكشن هاي اللي هون ما بزبط. اوكي اوكي ميبو بس ميبو. دكتور هون صعب شوي نعمل العكس زي قبل, لأنه كان قبل كله 0 ones فبنقدر نحذر مثلا شو اللي بنجمعهم. نقدر نحذر. خلينا نشوف مثال معك. erase all مثلا لو كان عندي لو كان عندي مثلا 4 5.6 base 9 وبدي احولها لبيس 3, بدي احولها لبيس 3, بعرف العلاقة هي انه كل 2 digits بالبيس 3 يساوي 1 digit في base 9. فاذا راح اخذ هات الرقم وابدل كل digit في base 9 into 2 digits, ولكن بايش؟ ببيس 3 بيس 3. راح اجي احكي هذه 6 في بيس 9, كيف شكل ال 6 في بيس 3؟ 2 0. هي 2 0 مزبوط. كيف شكل ال 5 في بيس 3؟ 1 2 1. لا لا 2 1 مش 2. لا اوكي تمام صح صح 1 2, لانه 3 في 1 3 زائد 3 في 2 قوة في 2 3 في 3 زائد 2 يس 3 قوة 0. الأربعة كيف شكلها؟ هي 3 1 1 1, اللي هي هيك شكلها. هذه في بيس 3 تمام. فهي زي ما حكيت انا ستيل عم بسوي تحويل لديسيمال, بس بدل ما احول الرقم كامل انا عم بحول اجزاء من الرقم لديسيمال بعدين بحولها للبيس الثاني. دكتور ممكن بس فهمتهاش هي المثال هذا ولا شيء؟ انا حولت الان بدال من البيس 3 لبيس 9 حولت من بيس 9 لبيس 3, فحكينا العلاقة بين بيس 9 وبين 3 هي بيس 3 انه كل 1 ديجيت ببيس 9 هو عبارة عن 2 ديجيتس ببيس 3. فجيت حكيت الستة هاي اذا بدي امثلها باستخدام 2 ديجيتس ببيس 3
كيف بيكون شكلها؟ رحت حولت الستة هاي لديسيمال، كيف شكل الستة بالديسيمال من بيس 9؟ ستة. طيب كيف شكل الستة في بيس 3 من بيس 10؟ هذه صارت بيس 10. بدي اسمها على بدي اسوي ريبيتد ديفيجن او بسهولة بحكي كيف بقدر اجيب الستة من بيس 10 لبيس 3، باجي بحكي هي 3 مظبوط؟ اقدر 3 قوة 1 ضرب 2 مظبوط؟ اذا في عندي 2 في البوزيشن رقم 1، هيا 2 في البوزيشن رقم 1 تمام اوكي. باخذ بس 2 صح؟ يعني ما عندي 2 بوزيشن. يس تمام اوكي. انا بشتغل على اساس انه في عندي 2 بوزيشن وبس الارقام اللي عندي 0 او 1 0 1 2 اكزاكتلي تمام. All right, other questions. دكتور بالامتحان كل الأنظمة مطلوبة منا صح؟ يعني مش بس الباينري والأشياء المعروفة. يعني التركيز الأكثر بيكون على الباينري والأكتل والهكساديسيمال. دكتور معلش أنا بعتذر منك على سؤالي هذا، بس ممكن تعيد المثال الأخير ما فهمته صراحة، من التاسع للثالث. ما حكينا شرحنا لزميلك قبل شوي، يعني حكينا بدي العلاقة بين 9 و 3 هي 3 to the power 2 يعني كل فاهم تمام. جيت حكيت كل ديجت في هذا الرقم بدي أبدله ب 2 digits في base 3، هايهم 2 digits في base 3، لأن ما وظيفتي أعرف شو الأرقام الموجودة في هدول الديجتس. فحكيت الستة مثلا، الستة base 9 كم تساوي في base 3 باستخدام 2 digits. حكيت الستة بحولها لبيس 10 من بيس 9، كيف شكلها ببيس 10؟ ستة برضو مظبوط؟ ما في اختلاف. طيب من بيس 10 لبيس 3 كيف أطلع شكلها ببيس 3؟ بدي أسوي repeated division مظبوط؟ على ستة، يعني باجي بحكي 10 على ستة كم تساوي وبكمل. واضحة الفكرة؟ تمام. 10 عفوا على 3، 10 على 3 يعني دائما بعتمد الديسيمال بيناتهم، بحول لنظام العشر وبعدين بحول. يس، من هاي النقطة حكيتها، يعني كيف بدي أعرف قيمة هذا الرقم في البيس الآخر؟ أكيد راح أحول لديسيمال بعدين أحول هذا. هلا يعني في البيسز اللي شفناها باينري وأكتل وهكساديسيمال، يعني بنصير فاميليار احنا في عملية التحويل لكل أربعة بيتس، لكل ثلاثة بيتس. تمام؟ اوكي. لا هذه بدها تكون سوري 2 تقسيم 6 تقسيم 3، لأنه عم بحول الرقم 6 في بيس 10 ل 3، فلازم أقسم الرقم على 3 فهو بيطلع 2 والباقي 0. بعدين باخذ 2 على 3 بصير قديش؟ 0 والباقي 2. فهي هي هذا الـ A minus هذا الـ نتيجة التحويل اللي هي بدها تكون 2 0، انه هذا الرقم اللي هو عن انتجر عم بحول انا، فهذا اللي جنب الفاصلة، بس هون ما في فاصلة يعني لانه اخذنا هذا لحاله، فهو راح يكون الترتيب 2 0. هون position 1 صح؟ yes. يعني هذا البوزيشن هو 1 لانه انا نسيت الفاصله، نزلت الفاصله زي ما هي. قصدي المثال عند 9 فوق، لما كنا من 9 ل 3 كنا نحكي انه كل 2 بوزيشن، هون ناخذ بوزيشن 1 عشان 6 ل 3 صح؟ ولا هم برضه كمان من هذا من بيس 10. اوكي تمام فكرت انه البيس 6. يس اسف. تمام. طيب بدي اعطيكم هذا الاكسرسايز تجربوا تسووه في البيت، ويعني تحكوا لي الجواب المره الجاي. لو بدي احول، يعني عشان نختم موضوع الكونفرجنس، جي 3 4، H
base 21 نطلع قيمته ب base 10. صعبة؟ ما شفنا جي قبل هيك، ما شفنا اتش. ليش؟ من بعد احنا اخذنا الحديث 15 من بعد هيك برضو بكمل حروف. اكزاكتلي اكزاكتلي، يعني احنا حكينا A B C D E F G H، فاذا هاي 10 هاي شو راح تكون؟ 16 17، يعني ما في اتش جديد. تمام، ولاحظ البيس هون 21، فحتى احول لديسيمال بدي اضرب في 21 قوة كذا، صح؟ اعطى رقم كبير شوي، بس جربوا. تمام، خلينا نروح على الموضوع اللي بعده، موضوع بسيط جدا اللي هو الباينري اريثمتيك. يعني احنا الان صرنا عارفين الباينري سيستم هو عبارة عن نظام ارقام البيس تبعه 2، يعني بيستخدم الفاليو 0 و1 لتمثيل اي رقم ممكن اني احتاجه. الان السؤال، هل بقدر اسوي عمليات حسابيه في الباينري سيستم؟ اكيد اي نمبرينج سيستم بقدر اعرف له العمليات الحسابيه تبعته، زي ما تعلمنا كيف نسوي عمليات حسابيه بالديسيمال، بقدر اتعلم واشوف كيف اسوي عمليات حسابيه باي نمبرينج سيستم. اهتمامنا حاليا بالباينري نمبرينج سيستم. فلو نرجع نتطلع على على نتذكر كيف كنا نجمع بالديسيمال. لو عندي هدول الرقمين 55 زائد 55 بالديسيمال، كيف كنت أجمع؟ كنت أجمع كل 2 ديجيتس مع بعض، فأحكي 5 زائد 5 يساوي 10، يعني الجواب اللي طلع معي 10، واللي هو أكبر أو يساوي البيس. فشو كنت أسوي أنا هون في هاي الحالة؟ أجي أحكي بدي أضيف 10، فالعشرة إيش هي؟ وهي 1 0، هيك الجواب بيطلع. بس الون بدل ما أحطه هون كنت أخده وأحطه هون على شكل إيش؟ باليد 1، أو اللي هو إيش؟ الكاري. بعدين أجمع الكاري 1 زائد 5 زائد 5 اللي هو بيطلع 11، اللي هو أكبر من البيس، فأحط 1 هون وأحط كاري هون، بعدين أنزل هذا اللي هو 1 زائد 0 زائد 0، يطلع الجواب 110. فكانت القاعدة الرئيسية إنه إذا بجمع 2 digits في الباي في ال في الديسيمال وبيطلع الجواب تبعي أكبر أو يساوي 10 اللي هي البيس تبعتي، بكل بساطة بحط هون الأحاد اللي بيطلع معاي وباخذ كاري للديجيت اللي بعده أو للخانة اللي بعدها. فإذا بكل بساطة هذا المبدأ، كنت أخذ الجواب أطرح منه 10 زي كأني، والواحد أضيفه هون اللي هو الكاري، أجمع 1 زائد 5 زائد 5 بيطلع 1 وفي كاري لأنه الجواب 11 وهو أكبر من البيس، فبأخذ الآحاد تبع الجواب أو بطرح البيس، فعليا بطرح 10 من ال 11 بصفي 1، بحط الواحد هون والكاري بأخده للخانة اللي بعدها. نفس المبدأ بالباينري ونفس المبدأ بأي نمبرينج سيستم. إذا بدي أسوي عملية جمع، فإذا عم بجمع 2 باينري digits اللي هم هون مثلا 1 plus 1، كم بيطلع الجواب؟ 0 وكاري 1. الجواب فعليا بيطلع 2، مظبوط؟ هلا الاثنين بس ما في 2 بالباينري، لازم 0 1. ما بقدر امثل الاثنين، ما بقدر امثل الاثنين بخانه واحده هون، مظبوط؟ لانه الاثنين اكبر او تساوي البيس، فبطرح البيس اللي هي 2 ناقص 2 0، فبيجي عندي هون 0 وبيروح في عندي هون ايش؟ كاري. 1 plus 0 plus 1 برضو نفس الشيء 2، فرح أحط هون 0 وكاري 1. 1 plus 1 plus 1 3 3 اطرح 2 اللي هي البيس اللي هي 1، فبيضل 1 هون وبيروح في عندي كاري هون. بعدين 1 plus 1 plus 0 اللي هي 2 اللي هي 0 1 1 1 و0 وبيطلع في عندي هون كاري، بينزل عندي هون. فنفس المبدأ بالنسبة لعملية الجمع. بالنسبة لعملية الجمع بالباينري وحتى بأي بيس، لو عندي أي بيس نفس المبدأ. يعني تخيل في عندي 1 3 6 و 3 وهدول في بيس 8،
وبدي اجمعهم اجمعهم ديسيمال 3 زائد 6 9 9 اكبر من 8 بشيل منها 8 بضل منها 1 وبيروح في كاري عندي هون 1 زائد 1 2 زائد 3 5 في بيس 8 فالنقطه الرئيسيه هون اني اميز هل الجواب اكبر او يساوي البيس او لا او هذا كلام مش موجود عشان احدد هل في كاري يروح على الخانه اللي بعدها او ما في كاري تمام دكتور دائما الكاري واحد يس دائما الكاري واحد يعني مش لاني انا في بيس 8 الكاري بيكون 8 تمام ليش الكاري واحد لانه لما اخذ الكاري من هون لهون واحد زي كاني ضربت واحد في 2 قوه واحد لانه شو الويت تبع هاي الخانه هي 2 تو ذا باور 1 فزي كاني زدت 2 فعليا انا مزبوط نفس الشيء هل انا لما اروح للخانه اللي بعدها بالكاري بجمع 10 انا فعليا عم بجمع 10 ليش لانه البوزيشن تبع الكاري صار هون وبالتالي الويت تبعه او قيمته كم 10 ونفس الشيء بالاوكتل بالنسبه للسبتراكشن هذا بعض السلايدز تسوي لي مشاكل لو نروح للسبتراكشن لو بدي اطرح بالباينري نفس المبدا 1 minus 1 0 راح يعطيني 0 طيب 0 minus 1 ما بزبط كيف شو كنا نسوي في الديسيمال كنت اقترض من الخانه اللي بعدها فالان لما اقترض من الخانه اللي بعدها انا عم بقترض واحد مزبوط بس لما انقله لهون القيمه تبعته فعليا قديش القيمه تبعته البيس يعني انا لما كنت اخذ بالديسيمال من الخانه اللي بعدي كنت اطرح واحد من هذيك الخانه بس فعليا انا قديش اخذت اكون اخذت 10 10 نفس الشيء هون لما اخذ من الخانه هاي انا فعليا اوكي طرحت واحد من هاي الخانه صارت صفر بس فعليا انا اخذت للخانه اللي قبلها قيمه مقدارها 2 فعشان هيك بصير عندي 2 ناقص 1 بصير 1 نفس الشيء هون 0 ناقص 1 راح اضطر اقترض من الخانه اللي بعدها والقيمه اللي اقترضتها هي 2 ف2 ناقص 1 1 0 ناقص 0 0 0 ناقص 1 ما بزبط راح اقترض ما في بقترض من اللي بعدها بتصير 2 هلا لما اقترض منها 1 اللي هون صارت 1 بس فعليا انا اخذت لهون قديش 2 نفس المبدا اللي كان يصير معنا وين في الديسيمال ف2 ناقص 1 1 1 ناقص 0 1 و0 ناقص 0 0 فاذا النقطه انه الكونسبت هي نفسها بس البيس هو اللي تغير فبدي اكون عارف انه انا لما انت لما اقترض انا عم بقترض من هاي الخانه واحد بس قيمته لما انقله لهون هو البيس فعليا نفس الاشي بالاوكتل يعني لو حكينا مثلا او بلاش بالاوكتل بالهكساديسيمال لو حكينا في عندنا سي اي 3 2 وبدي اطرحهم بالهكساديسيمال هلا سي ناقص اي ما بزبط لانه سي 12 والاي 14 صح مزبوط فبدي اقترض فبقترض من هون واحد هاي بتصير قديش 2 لما اخذ لهون شو اللي بتاخذ معي 16 باخذ 16 مزبوط بقترض 16 فاذا الرقم اللي هون صار قديش ضفت له 16 زائد 12 28 2 ناقص 14 14 اللي هي اي و2 ناقص 2 0 يعني شايف كيف يعني لما انا اقترض من هون لهون انا باخذ بيس باخذ قيمه البيس وبجمعها للرقم اللي هون وبطرحها بعدين يعني زي الديسيمال بزيد 10 الديسيمال بالديسيمال كنا نقترض ونزيد 10 لما تكون ديسيمال كانت هون القيمه اللي بقترضها هي قديش هي 10 اورايت طب بصير سؤال تفضل هلا اذا صدفت اجى مثلا الموست سيجنيفيكانت بت 0 ماينس 1 وفي شيء بعديها يتاخذ يا هذا راح نحكي عنه لما نحكي عن نيجاتيف نمبرز اوكي تمام 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 اوكي يا دكتور طبعا هون انا يعني it is good practice انك تجرب تسوي العمليات تحول هدول لديسيمال تحول لديسيمال وتجرب انك يعني to verify your answer يعني kind of exercise انك تحول هذا لديسيمال هذا لديسيمال و
وتشو تنفذ العملية بالديسيمال وتتأكد من الحل تبعك بس من باب الإكسرسايز. يعني أنا ما أسألك بالامتحان سوي أعطيني ناتج هاي العملية تعطيني هاي بس ما في داعي تسوي بالديسيمال. But to verify your answer, أنت you can always resort to decimal representation. Yes. دكتور دكتور هسه بالطرح يعني إذا الرقم صغير نطرح منه كبير فبناخذ من جنبه نعطيه حسب البيس، يعني لو بيس 2 نعطيه 2 بالضبط. صح. طب بس طب بالجمع أنا ما فهمت إيش يعملنا. إحنا بالجمع نعطي للخانة اللي بعدها إذا كان الرقم الناتج من جمع الخانة الحالية أكبر أو يساوي البيس، مظبوط؟ فشو بعطي للخانة اللي بعديها؟ بعطيها واحد. يعني لو مثلا واحد زائد واحد كيف طلعت صفر وفوق واحد؟ هي واحد زائد واحد بالباين. بالباينن. واحد زائد واحد قديش؟ اثنين. اثنين. اثنين تساوي البيس. صحيح. اثنين صفر وأعطي واحد لهون، ما أعطيت اثنين. ليش؟ اثنين. لأنه هذا الواحد فعلياً وين موجود؟ بأي خانة؟ موجود بالخانة اللي هي أو بالبوزيشن رقم واحد. فلو حكيت هذا الواحد فعلياً هيك تمثيله. في صفر عدد أصلاً. فإذا كم تساوي؟ اثنين. نفس الشيء بالديسيمال، يعني أنا بالديسيمال لما أجمع 9 7 3 2 بحكي 9 زائد 7 16. بحط هون 16 أكبر من البيس أو تساوي البيس، فبحط هون 6 وبحط هون 1، ما بحط 10. بس ليش؟ لأنه أصلاً الواحد اللي حطيته هون القيمة تبعته 10، لأنه هو وين موجود؟ بالخانة هاي صار. تمام فهمت. مظبوط. هاي شغلة الرياضيات يعني. شغلة الرياضيات. سمو. خليني أسوي كلير بس. طيب نروح على عملية الضرب بالباينري. والضرب بالباينري سهل جدا. سهل جدا. كيف كنا نضرب في الديسيمال حتى أوصل لمرحلة إني أضرب بالديسيمال أرقام كبيرة؟ بلشنا إنه أتعلم جدول الضرب بالديسيمال. فتعلمنا جدول ضرب الواحد والاثنين والثلاث والأربعة والخمسة ولغاية التسعة، وبناء عليه صرنا نبني كيف نسوي الضرب للأرقام الكبيرة. نفس الشيء في الباينري، لو أجي أحكي بدي أتعلم أسوي ضرب في الباينري لازم أعرف جداول الضرب في الباينري، ويعني لكلي جداول الضرب في الباينري ما في غير اثنين، جدول ضرب الصفر وجدول ضرب الواحد، مظبوط؟ فأنا عندي جدول الضرب في الباينري صفر ضرب صفر، صفر ضرب واحد، وواحد ضرب صفر، وواحد ضرب واحد يساوي صفر يساوي صفر يساوي صفر يساوي واحد. بعرف هدول بقدر أضرب بنفس المبدأ اللي كنت أضرب فيه بالديسيمال، فبحكي صفر times zero times one يساوي صفر، وبعدين بكرره على باقي الديجيتس اللي هون. لأن لما أروح للخانة اللي بعدها شو بسوي؟ بسوي shift left by one، بتحرك خانة لشمال. ليش؟ لأنه هذا الرقم موجود في الخانة اللي بعدها، فالويت تبعه مضروب باثنين، مظبوط؟ فعشان هيك بحرك خانة هون. نفس الشيء بالديسيمال كنت أسوي. بعدين بروح للديجيت اللي بعده اللي هو الصفر، بعدين بروح للديجيت اللي بعده اللي هو الواحد. صار في عندي هدول نواتج الضرب الأربعة. الناتج النهائي هو عبارة عن جمع البارشل برودكتس، هدول نسميهم البارشل برودكتس، يعني نواتج الضرب الفرعية. فبيطلع معي الجواب بهذه الطريقة. فالضرب سهل في الباينري، أسهل بكتير من الديسيمال وبأي بيس أخرى، لأنه ما عندي احتمالات كتير. جداول يعني جدول الضرب هو جدول ضرب الصفر وجدول ضرب الواحد. تمام؟ بس رجعنا على الأنسر بس آخر شيء. تمام دكتور. بدي اسالك دكتور بس هلا هدول النوتس موجودين على الاي ليرنينج او على السلايدز؟ انا اللي عم بكتبه انا لا ما راح يضل على السلايدز، عشان هيك انا عم باخذ نوتس وبحكي لك انه انا حكيت يعني مش غلط يكون معك النوتس تبعونك وتخربش، او اذا بتقدر تطبع السلايدز وتكتب عليهم برضه بيكون كويس. تمام. طيب قبل ما نطلع خلينا نحكي عن موضوع بسيط. عمليه لها علاقه بالباينري اللي هم الباينري كومبلمنتس، عمليتين بسيطات لكنهم مهمات جدا، راح نستخدمهم بكره لما نحكي عن تمثيل النيجاتيف نمبرز. فالباينري كومبلمنتس هي عباره عن عمليات بسيطه، تحديدا عمليتين راح نحكي عنهم. اول عمليه هي الوانز كومبلمنت
لها اسم تاني diminished radix complement. I don't care about this name. بس أنا بهمني إنها ال ones complement. إيش يعني ال ones complement؟ For some binary number بكل بساطة هي هي flipping البيتس. الصفر بحوله لواحد والواحد بحوله لصفر. فالعملية بسيطة. فمثلا هون هذا الرقم طلعت له ال ones complement. فهو ببساطة بدلت الأصفار بواحد وبدلت الوحدات بأصفار بالشكل البسيط. الآن هون يعني مجرد فكرة بسيطة. لو جينا نجرب نجمع الرقم مع الونز كومبليمنت تبع هذا الرقم. جرب هذا الرقم الرئيسي وهذا الونز كومبليمنت تبعته. If you add them together رح تلاقي انك دائما الجواب تبعك بيطلع كله ونز. بس هيك للمعلومة. يعني إذا بجمع رقم مع الونز كومبليمنت تبعته بيطلع معاي دائما الجواب all ones. إلها معنى ممكن نحكي عنه بكرة لما نحكي عن signed numbers والnegative numbers. فهذه بس يعني حقيقة عن الones complement. لو نشوف example. لو بدي أطلع الones complement لهذا الرقم ببساطة الones بصيروا zeros والzeros بصيروا ones. فإذا ببلش من اليمين في عندي one بصير zero, one بصير zero, one بصير zero. بعدين في عندي zero بصير one. بعدين في عندي 1 بصير 0. بعدين 2 zeros بصيروا 1 1. وآخر إشي في عندي إيش 0. آخر إشي في عندي 0. فهذا ال ones complement تبعت هذا الرقم. ف this is the ones complement. هلأ إذا بأخذ ال ones complement لهذا الرقم أكيد رح يرجع نفس الرقم الأصلي اللي كان موجود عندي. نفس الإشي هون هذا الرقم إذا بحسب ال ones complement رح يكون 0 0 1 1 1 0. إذا بأخذ لهاد الـ ones complement برجع عندي وبصير برجع نفس الرقم الأساسي. فعملية بسيطة جدا. ببساطة الـ ones complement هي إني أعكس البيتس. الـ 1 بصير 0 والـ 0 بصير 1. العملية الثانية تبني على الـ ones complement اسمها twos complement أو بسموها radix complement. بسموها radix complement. لو معي رقم في الباينري كيف احسب له التوز كومبلمنت؟ بكل بساطه التوز كومبلمنت هي عباره عن الونز كومبلمنت تبعت الرقم بلس 1. فالباي ديفينيشن التوز كومبلمنت هي عباره عن الونز كومبلمنت بعدين اجمع واحد بعدين اجمع واحد. او في شورت كات ثانيه لكن قبل ما نشوف الشورت كات الثانيه خلينا نشوف هذا الاكزامبل. عندي هذا الرقم وبدي احسب له توز كومبلمنت. التوز كومبلمنت هي ونز كومبلمنت بلس 1. فراح احسب الونز كومبلمنت لهذا الرقم. صار عندي هون الونز كومبلمنت. بعدين راح اجمع واحد للونز كومبلمنت بلس 1 وهون في عندي ونز كومبلمنت. If you do that راح يطلع معي الرقم بهذا الشكل. راح يطلع الرقم بهذا الشكل. فthis is the توز كومبلمنت of the original number which is also base 2. لأن أنا أصلاً بلشت ببيس 2 فأكيد النهاية هي بيس 2. هلأ لو أخذ هذا الرقم اللي طلع معاي وأجرب أسوي العكس أسوي ones complement شو راح يصير؟ 1 1 1 1 0 1. مظبوط 1 1 1 1 0 1. بعدين إيش 0 1. وأجرب أجمع له واحد شو لازم يرجع؟ الرقم الأصلي. فباي ديفينيشن التوز كومبلمنت هي ونز كومبلمنت زائد واحد. لكن هاي العملية شوي يعني خطوتين فعليا. بدي ونز كومبلمنت وزائد واحد. ففي عندي شورت كات سريعة بقدر من خلالها أحسب التوز كومبلمنت لأي رقم عندي. اللي هو ببساطة أسوي سكان للرقم من اليمين للشمال. أمشي من اليمين للشمال وأخلي الرقم زي ما هو لغاية أول 1 بلاقيه. بعدين بعد أول 1 I flip the remaining bits. فمثلا لو أخذ هذا الرقم من اليمين للشمال هو 0 0 0. لسه ما شفت أول 1. أول ما أشوف أول 1 بخلي أول 1 بعدين بعكس البيتس اللي بعده بصيروا 0 1 0 اللي هو نفس الرقم اللي طلع معاي هون. هو نفس الرقم اللي طلع معي هون. فهذه الشورت كات بتساعدني اني احسب التوز كومبلمنت بسرعه بدل ما اسويها بخطوتين اني اطلع الونز كومبلمنت بعدين اطلع اجمع واحد. اللي هي ببساطه توجل اول ذا بيتس
left to the first one from right اللي هي النقطة اللي حكيتها. شو يعني توغل؟ يعني اقلب بدل البيتس اللي موجودين على يسار أول one من اليمين. أول one من اليمين هيو أول one لما أمشي من اليمين هو هذا أول one فبخليهم زي ما هم وببدل أسوي توغل للبيتس اللي على يسار أول one من اليمين على يسار أول one من اليمين. فخلينا نشوف example معلش استحملوني خلينا نشوف example هون أحسب التوز كومبليمنت. هلا التوز كومبليمنت بقدر أحسبها بطريقتين. خلينا نأخذ الطريقة الأولى إني أحسب الوانس كومبليمنت. فلو أحسب الوانس كومبليمنت لهاد بصير 1 1 0. بعدين في عندي 4 زيروز بصير 1 1 1 1. بعدين في عندي 1 بصير 0 و 1 و 0. بعدين بحسب بجمع لهم واحد. هذا الوانس كومبليمنت بجمع له واحد بصير عندي 0 1 0 1 1 وباقي البيتس بينزل زي ما هم 1 1 1 0 1 0. فthis is the two's complement of the number باستخدام الطريقة الاعتيادية اللي هي by definition. لكن ممكن أخذ الشورت كات الثانية إن أنا أسوي توجل للبيتس الموجودين على يسار أول one من اليمين. وين أول one من اليمين؟ هيو. فإذا بصير الرقم 0 0 وأول one بينزل بعدين باقي البيتس اللي بعد هيك بعكسهم بصيروا 1 1 1 1 0 1 0 اللي هو نفس الجواب المفروض يطلع معي. نفس الشيء المثال اللي تحت لو جيت أخذت الوانز كومبليمنت راح يصير 0 0 0 اللي هم 3 ones وعندي 4 ones 0 0 0 0 بعدين عندي 1 وعندي 0 بعدين هذا راح أجمع له 1 فراح يصير عندي 1 0 0 0 0 0 0 1 0. فthis is the two's complement باستخدام الطريقة الاعتيادية. أو زي ما حكينا أدور على أول one من اليمين. وينه أول one من اليمين؟ هيو. وبعدين I toggle I flip the bits to the left of it فرح يصير عندي how many ones 1 2 3 4 5 6 ones فرح يصير 0 0 0 0 0 0. بعدين هذا الزيرو بصير 1 وهذا الون بصير 0 0 اللي هو نفس الجواب. فthis is the two's complement وهي تساوي هذا الكلام. فعمليتين بسيطات رح نستخدمهم بكرة حتى نمثل النيجاتيف نمبرز. Alright, any question? Okay. الله يعافيكم. طيب هلا احنا بكرة رح نمشي شوي بشابتر 1 almost يعني بدنا لأحد بنخلص. فأنا بقترح انه الكويز الأول تبعنا يكون يوم الأربعاء الجاي. كويز 1 يوم الأربعاء الجاي اللي هو بيكون التاريخ 24/6. بدي أسوي موحد للشعبتين الساعة 5 المساء. الساعة 5 المساء رح يكون إنه في زوم بندخل كلنا على زوم بعدين بندخل على الكويز مع بعض وببعث لكم اللينك وبحط على الإيليرنينج في وقتها. تمام؟ دكتور في مجال يتغير وقت الكويز؟ ليش؟ لأنه بيكون عندي محاضرة. أي ساعة محاضرتك بتخلص؟ 5 للـ6. أوف طيب متأخرة هاي. بس هلا بعد الجديد صارت 5:15 كمان صارت. تمام معناته بالضبط 5:05 تقريبا. في حدا عنده إشي على 7؟ No. دكتور أنا عندي محاضرة على 7. أنا عندي محاضرة دكتور كالكولس. على 7:30 أظن ما حدا عنده إشي على 7:30 صح؟ أنا 7:08 المحاضرة 7:04. أوكي خلاص. أوكي. طيب نخلي. بس مناسب دكتور إذا بناسبه. دكتور إذا بدك سبت خليه سبت أو جمعة يعني أريح إشي. يعني أنا ما عندي مشكلة بس أنا مش حابب إنه يعني أكركبكم يوم الجمعة والسبت أنا. يعني إذا سبت وجمعة الصبح ما أظنش حدا بتسوي شيء يعني. طيب يعني نقول مثلا يوم السبت